بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، به نستعين، عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أجمل مساء هنا من تحفة ميادين السباقات. أجمل تحية لكل عشاق ومحبي هذه السباقات، سباقات الهجن العربية الأصيلة. تحية من هذا المعقل، معقل التراثي والتاريخ، معقل السباق الذي يعلن انطلاق هذا المساء المميز، يوم الكبار. الرقص مع الكبار هو العنوان الأبرز في هذا المساء. منافسات هذه التحديات في تاسع أيام انطلاقات سباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن مهرجان سيدي سمو ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. هذه الانطلاقة التي تؤكد دائما أن الكل هنا متواجد للمنافسة والتحدي على هذه الرموز الغالية. بسم الله وعلى بركة الله، تعلن انطلاقة أول أشواطنا شوط الحول المحليات الذي يعلن انطلاقه هنا في هذه اللحظة، ومنافسات أبناء القبائل لمسافة 8 كيلومترات. نرحب بكل الحضور الكريم، نرحب بمشاهدينا الأعزاء، نرحب بمتابعي هذه الرياضة عبر قنوات دبي ريسنج وقنوات ياس وقنوات الكاس، المتابعات لهذا التحدي وهذه الإثارة. نذهب إلى مقدمة الانطلاقات من خلال هذه اللحظة ونتابع أول المراكز في هذا الشوط الرئيسي. الشاهينية سلطان بن محمد الملعاي على المركز الأول من خلال هذه الانطلاقة. عز على المركز الثاني، سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي، بينما المركز الثالث مذيار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي على ثالث المراكز. وإلى المركز الرابع، وجود هذه الانطلاقة من لحن سعيد بن منان بن غدير الاجتبي، يذهب إلى المركز الخامس في هذه اللحظات ومتابعة الذيبة بخيت بن مسلم بن طاسه العامري. أما المركز السادس فالتواجد هنا لسمهرم راشد بن محمد بن غالب المنصوري. إلى المركز السابع، تدخل من مصيحة حميد بن سلطان مكديدة الفلاسي. وفي المركز الثامن، محن على ثامن المراكز، سعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. وفي المركز التاسع إلى التواجد مع تعويض منصور بن علي بالخصم الاجتبي. وفي المركز العاشر هذه مدارس سعيد بن عبيد بن حميدان الفلاسي. ما شاء الله وتبارك الله، الأسماء، ترقبوا هذه الأسماء المشاركة في هذا المساء والتي تؤكد أيضا نظرة الختام ما بعد الغد، كيف تحمل المنافسات والتحديات. المعالم الأولى سوف تظهر من خلال هذه الانطلاقة وهذه التحديات على أرضية هذا الميدان. إلى المقدمة مباشرة والعودة إلى ضيفتنا في هذه الانطلاقات وفي هذا المساء، مذيار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الذي يتواجد هنا حاملة لواء الدفاع عن هجن الشحانية في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. المركز الثاني، إلى تواجد المركز الثاني وشاهينية سلطان بن محمد الملعاي الاجتبي. هنا محنة، وصلت محنة، شكرا على هذا المسمى، هذا هو التاريخ الذي يعلن تواجد هذا المسمى الجميل، محنة سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. عز على المركز الرابع، سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. وهنا نذهب إلى خامس المراكز، الزود مهنا بن حمد بن ميع العفاري، بينما على المركز السادس بالخصم قادم من خلال هذه اللحظة هي تعويض منصور بن علي بالخصم الاجتبي. وهناك على المركز السابع مصيحة حميد بن سلطان بن الكديدة
الفلاسي، تغييرات التقدم الوارد. هذه هي جوايين عبد الله بن سيف بن عبد الله الاجتبي، وهناك ايضا شعار بن منانه قادم ايضا في هذه التحديات. لحن صعيب بن منان بن غدير الاجتبي في تاسع المراكز وفي المركز العاشر مع انطلاقنا وتحدياتنا ومسارنا. هي الذيب بخيت بن مسلم بن طاسف العامري. هذه المراكز، هنا الإثارة، هنا الهدوء الذي يتابع هذه التحديات وهذه الانطلاقات. كما نتابع مع هذه اللحظة، هنا وجودنا في أول مساء في هذه الانطلاقة، الشوط الرئيسي الأول للمحليات. مذيار أهلا وسهلا بهذا الشعار وتحدياته من خلال هذه الانطلاقة. حمد بن غانم بن سلطان الهديفي في هذه التحديات والاسم الكبير دائما في المنافسات. المركز الثاني محن على المركز الثاني، تحية ايضا في هذا ما قبل الامتحان النهائي، هو امتحان التجارب. هي محنة الغنية عن التعريف من خلال انطلاقها، ما شاء الله. سعادة محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، تدخل بدا الان مع شواهين عبد الله بن سيف بن عبد الله الاجتبي، وهنا تعويض قادمه بالخصم، يريد التعويض مع هذه الانطلاقات. منصور بن علي بالخصم الاجتبي. اما المركز الخامس، التغيير الذي بدا يعلن هنا هجومه مبكر، الزود مهنا بن حمد بن ميه العفاري والوسميه. مرحبا بالوسميه، مرحبا بهذا الانجاز الذي تحمله ايضا هذه الوسميه ورموزها المتميزه من خلال هذه الانطلاقات والتحديات. ما شاء الله. راشد بن سعيد بن سهيل بالدليوي الاجتبي، الله، الاسماء. المركز السابع ام المركز الثامن؟ لا، هو السابع. الملعاي الشاهينية سلطان بن محمد الملعاي الاجتبي، السلام. والمركز الثامن عز سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. والمركز التاسع، نذهب الى التحدي القادم من مدارس، سعيد بن عبيد بن حميدان الفلاسي. والمركز العاشر، هذه مياسه مفرح بن مطر بن عبد الله المسافري. ما شاء الله، وصلنا وين يا ابو سلطان؟ امام كيلو الغابات. نعم، نفتتح الان التحدي والمنافسه والانطلاقه. هدوء ولكن يسبق عاصفه الناموس هناك من خلال هذه الانطلاقات. اداء مميز، كل هذه الاسماء تتواجد بقوتها وانطلاقها وهدوئها قبل ان يعلن انطلاقاتنا النهائيه. هذا هو كيلو الغابات، ما شاء الله وتبارك الله. ومذيار على الصداره، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي في هذا التقدم، في هذه القياده لانطلاق اول الشوط وايضا المنافسه. المركز الثاني الى تواجد شواهين عبد الله بن سيف بن عبد الله الاجتبي، يا سلام يا سلام. المركز الثالث، نعود الى الزود، مهنا بن حمد بن ميع العفاري، الله الله الله. والوسميه، الوسميه تدلل اي الوسميه، تعالي دائما كما يعرفه الناس عن هذا المسمى الجميل الذي يحمل دائما كل القوه والاثاره. راشد بن سعيد بالدليوي الاجتبي، واخر انجازاتها العام الماضي، سيف المحليات بميدان الوثبة. يا سلام يا سلام، يعني التاريخ يتحدث والكبار دائما يتحدث عنهم التاريخ. تعويض على المركز الخامس، منصور بن علي بالخصم الاجتبي. كل هذه أسماءنا المتواجدة هنا، خماسية التحديات والانطلاقات. الخط المستقيم بدأ يتضح مع المتابعين. إلى وين؟ إلى خط النهاية، إلى نهاية هذه الانطلاقة وهذا المسار. من يتقدم؟ من يأتينا مع الصدارة؟ ومذيار متصدر الانطلاقة حتى هذه اللحظات، متصدر الاندفاع، متصدر المسار، متصدر مع هذه اللحظات. سير وهدوء متميز مع هذه اللحظة. سلام سلام بغانم، ما شاء الله وتبارك الله. هذه هي التحديات
التي دائما نعرفها عن هذا الشعار وتحدياته. أشوف المركز الثاني بدأ التحرك في المركز الثاني الوسمية، تحركت الوسمية، الدكتور صدر الأوامر، صدر الأوامر بعتاده وعياداته مع هذه الانطلاقة أيضا إلى المقدمة الوسمية التي تأتي في هذه اللحظة. راشد بن سعيد بسهيل بالدليوي ما شاء الله. مع هذه الانطلاقة شابع تابع المركز الثالث وعودة إلى من تنافس أيضا في هذه الانطلاقة شوائين عبد الله بن سعيد بن عبد الله الاشتبي. الله 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 الله. المركز الرابع أيضا لابد من ذكر رابع المراكز في هذه الانطلاقة، الزود مهنا بن حمد بن مية العفاري. كل هذه الأسماء، الوسمية وين؟ الوسمية وين؟ إلى الصدارة. هذا هو الإعلان، الدكتور يعرف الوسمية. 1200 ما شاء الله وتبارك الله. تعرف هذا المكان، تعرف هذه الانطلاقة، تعرف هذه التحديات، تستعد لموسم كبير قادم من خلال هذه اللحظات المتميزة. راشد بن سعيد بالدليوي مع الوسمية وانطلاقها ما شاء الله. تحرك الدكتور، أعلن هنا الصدارة قادمة في هذه اللحظات. هنا تقدمت أيضا قادمة من خلال هذه شواهين عبد الله بن سيف بن عبد الله الاشتبي من خلال هذه الأسماء. ولكن مذيار وشواهين ما شاء الله وتبارك الله. هناك أيضا من خلال هذه اللحظات ما شاء الله شواهين ولا الوسمية، شواهين أم الوسمية؟ تحرك الجميع، تحرك الجميع، وصلت هي شواهين. عبد الله بن سيف بن عبد الله الاشتبي ما شاء الله. تحركت أيضا هذه الانطلاقة وهذا المكان وهذه اللحظات. نتابع الخبراء يقولون، ولكن نترك خط النهاية لمن الصدارة، لمن النهاية، لمن لحظات النهاية. هناك الوسمية، الوسمية، الوسمية. سلام بالدليوي، سلام، سلام بالدليوي، سلام، سلام بالدليوي. شكرا دكتور لصارة، شكرا دكتور لصالة. ما شاء الله. روح سلام، سلام وتحية وسلام على الوسمية. إذا راشد بن سعيد بدري في المركز الأول، المركز الثاني شواهين عبد الله بن سيف بن عبد الله الاشتبي، المركز الثالث مذيار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، المركز الرابع محنع، المركز الرابع سعادة محمد بن سلطان بن مرخان، والمركز الخامس هنا أيضا وجود الغزيل بطيء بن حمد بن حضرم الاشتبي. هذه المراكز، هنا التحدي، هنا الإثارة على أرضية هذا الميدان ما شاء الله وتبارك الله. نعود إلى التوقيت الزمني 12 دقيقة 33 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا راشد بن سعيد الدليوي ما شاء الله. سلام ابو راشد، سلام وتحيه. المركز الثاني، كانت هناك شواهين عبد الله بن سيف بن عبد الله الاشتبي ايضا في هذه الانطلاقه 12:34 وجزء واحد من الثانيه. تهانينا والناموس. والمركز الثالث، هناك مذيار في المركز الثالث، تهانينا حمد بن غانم بن سلطان الهديفي من خلال هذه اللحظة 12:34 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.